بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل أكلة اقتصادية بسيطة، لو ما عندكيش حاجة عندك بيضة وبطاطساية هتعملي منها أكلة جميلة. يلا بينا على المقادير. هي عبارة عن زي ما انتوا شايفين بيضة وبطاطساية، هنعمل منها أقراص جميلة زي ما انتوا شايفين. أكلة اقتصادية وبسيطة مش هتكلف أي حاجة. هنجيب البطاطساية ونقطعها طبعا حتت ونسلقها، وبعدين نجيب معاها زي ما احنا شايفين هنجيبها في الطبقة اهي مسلوقة بعد ما تستوت، وهنحط معاها معلقتين دقيق ومعلقة نشا ومعاها بقدونس. هنهرس البطاطس زي ما احنا شايفين المسلوقة دي، ونحطها مع الدقيق مع معلقة بيكنج باودر مع البقدونس المفروم، ونخلطهم مع بعض مع البيضة الواحدة اللي احنا هنحطها. اكلة اقتصادية وبسيطة جدا، وهنعملها اقراص ونحطها في المقلاية. اكلة بسيطة مش هتكلفك اي حاجة، في الطاسة زي ما احنا شايفين. هنعمل منها كرات البطاطس دي، ممكن تعمليها في العشاء ممكن تعمليها في الغداء. اكلة بسيطة مش مكلفة واقتصادية، ممكن تجمليها بعد كده بالبقدونس. انا حطيت البقدونس هرسته جوه الايه جوه الكرات بتاعتنا. هنجيب المعلقه وهنحط في قلب الطاسه الكرات اللي احنا عاملينها، ولما الجنب اللي تحت دول يديكي لون الذهبي بتنقليها على الجنب التاني زي ما احنا شايفين. وطبعا هوريلكوا شكلها، هي تحب تحط لها اي خلطة تانية حطي، بس هي بسيطة مش محتاجة اي حاجة تانية. هي معلقتين دقيق معهم معلقة مع البطاطس طبعا البطاطسية المهروسة مع معلقة نشا. النشا بيدي لها برضو ايه قوام حلو. بسيطة وهتخلص معاكي بسرعة. بتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونوش اللايك لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط. بحبكم كلكم وبتمنى لكم الخير. وده شكلها تشوفيه لما خرجت من الطاسة، جميلة وبسيطة، اكلة بسيطة. وإلى اللقاء في فيديو جديد من نوعات إبراهيم. كل سنة وأنتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.